بعض الشروط عليك أن تتبعها عشان تكون من أحد الفائزين بجائزة قيمتها 500 ريال. المسابقة سيتم السحب عليها من برنامج التواصل الاجتماعي تويتر فقط. عليك عمل إعجاب وإعادة تغريد ومتابعة حساب قناة اقرأ الفضائية. لازم يكون اسمك الحقيقي هو اللي أنت مشارك فيه، وابتعد عن الأسماء المستعارة. إذا فزت في المسابقة وشاركت ثاني وتم سحب اسمك، لن تحتسب مشاركتك الثانية. وإذا فزت معانا، إيش عليك ترسل؟ أولاً معلومات حسابك البنكي، رقم الأيبان ثانياً، اسمك الثلاثي ثالثاً، صورة من هويتك الشخصية ترسلها من في الرسائل الخاصة في حساب تويتر قناة اقرأ. الجائزة هيتم تحويلها لحساب بنكي للشخص الفائز نفسه. التحويل ما هيتم إلى أي شخص آخر، وإذا ما عندك حساب بنكي هيتم تسليمك الجائزة نقداً، وإذا تعذرت الطريقتين تحجب الجائزة.